ايري. اتس هي لاين تحت روزاكلارا جروب. هي ده هيبقى اول ستور ليها في مصر وتقريبا كمان في الميدل ايست. ان هي ايري لسه جديد, لاين جديد, ولسه يعني روزا كلارا طبعا بقى له 20 سنه, بس ايري كلاين اتس نيو. بس فطبعا هي داخله بستايل مختلف, بكالرز مختلفه, بكاتس مختلفه. فاكيد ان شاء الله حد يعني احنا كمان لما كنا مع روزا كلارا بقالنا سنه وشويه, عرفنا الاول الذوق المصري عامل ازاي, عرفنا الستات المصريه بتفكر ازاي عموما, بتحب ايه, بتحب الوان ايه, بتحب الكاتس اللي بتليق عليها عامل ازاي. فطبعا اختلف كتير, فان شاء الله مع ايري كمان هيلاقوا حاجات مختلفه. بالنسبه لصيحات الموضه ل 2016 في الفاشن او في الفاستين زفاف السنه دي تميزت بايه؟ بصي, هو عموما الاختلافات ايش الاختلافات الفظيعه ان في الاخر دايما في فساتين الافراح الناس بتحب تلتزم بالحاجه التقليديه. يعني ممكن يحب الحاجات اللي فيها فكرة, بس مش الفكرة المختلفة خالص, بالذات عندنا في مصر عموما. يعني فهي فكرة احنا عندنا كل الكاتس اللي هي يعني اللي تليق على كل الأجسام, فمن ميرميد لبرنسس عندنا كل الكاتس اللي هي حتى ايفن لما عروسة تيجي ساعات بتبقى متخيلة مثلا ان موديل ده يليق عليها مثلا. فاحنا بالتالي بنبتدي طب احنا لازم ننصح برضه, احنا عندنا كل اللي عندنا حال مختصين بالبرايد والريسبشن, فبينصحوا بيعملوا ريكومنديشنز, لا طب الفستان ده هيبقى احلى, طب فبيبتدوا يشوفوا ويقيسوا حاجات مختلفه ممكن ما كانتش تطلع على بالهم من النادي عليهم اصلا. فلو حد جه في حاجه على باله معينه عايزها, وانس ان هي دخلت وقاست وشافت الفساتين هتلاقي ممكن التفكير بتاعها اختلف تماما. هل في اقتباس معين من فساتين الفنانات او المشاهير في موديلاتكم؟ لا خالص, هي روزا كلارا هي ديزاينر, سبانيش ديزاينر, وليها تصميماتها الخاصه بيها. ولا ولا لا مش مقتبسه ولا يعني هي ليها لاين خاص بيها, هي كل حاجاتها فيري سمبل. هي ما بتميلش للتطريز كتير قوي, مع ان في حاجاتها طبعا في حاجات فيها تطريز, يعني فيها تطريز بس مش بالكتر. يعني هي هتلاقيها مختلفه في سوق مصر من طريقه التدوير.